بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنز عظيم كنوز السنة الآن هو أكثر الناس، كثير من الناس يعاني من ضيق الرزق وصعوبة الحياة، وكثير من الناس عليه ديون. هذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ كنز عظيم كنوز السنة، رواه الإمام المنذري بسند صحيح وجيد من حديث أنس بن مالك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أفلا أعلمك كلمات لو أنت قلتهن أدى الله عليك ما عليك من دين ولو كان مثل جبل أحد؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. تعطيه الرحمن الدنيا ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فقال معاذ هذا الدعاء، فأدى الله عنه وقضى الله عنه دينه. وكانوا كثير من الناس جرب هذا الدين فقضي عنه الدين ورفع عنه الفرق ووصل الله له الرزق. فريت كل من يعاني من ضيق المعيشة وكل من عليه دين يقول هذا الدعاء وسيجد الخير والكثير إن شاء الله. قل قولي هذا، استغفر الله.